في فصل الشتاء تكثر العادات والتقاليد، الاشياء اللي كثير احنا نحبها ونمارسها، خصوصا موضوع انه احنا ايش ممكن ناكل، ايش ممكن نشرب، ويمكن من اكثر الاشياء اللي اجتمعنا كلنا عليها اللي هي حب الكستنه او الابو فروه زي ما سموها بعض الناس، خصوصا انها تتكون ب يعني نسب مرتفعه من العناصر الغذائيه سواء كان من الفيتامين A وB وC ونشويات بنسبه كبيره تخلينا نتدفى، وطريقه عملها كمان بتكون حلوه. ولهذا السبب راح نختم حلقتنا اليوم، او راح نحكي كمان في حلقتنا اليوم عن مشروع للسلطان بلال اللي مختص بعملية الكستنة وكمان المارونجلاسي. حنتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر، لكن في البداية خلينا أرحب بضيفي بلال. أهلا وسهلا بلال. أهلا وسهلا بلال فقيها، يعني اسم الله عليك، من لما دخلت وإحنا مارونجلاسي وأبو فروة وكستنة وحنجيك بعد شوية، بس خلينا نعرف الكستنة هذه يعني اللي كلنا نحبها ونحب طعمها، إيش أصولها، من وين هي بالأساس؟ والله هي يعني من كذا دولة في العالم، يعني في أمريكا، في الصين، في اليابان، من أوروبا، يعني تنزرع في أكثر من دولة. طبعا هي فاكهة شتوية. هي فاكهة؟ هي فاكهة طبعا، ثمرة شتوية. تمام، فاكهة شتوية طبعا تنقسم تحت الفواكه. موسمها طبعا في الشتاء، من شهر 11 بالميلادي لين شهر 4 لين شهر أبريل. طيب حلو، ايش ابرز العناصر الغذائيه اللي موجوده فيها؟ والله الكستنه يعني تحتوي على عناصر كثير، منها فيتامين سي، المغنيسيوم، الفسفور، يعني فوائدها مره كثير، كمان تساعد على نمو الاطفال وبرضه كمان على نمو الاسنان لدى الاطفال. جميل. تساعد على خفض الكوليسترول وضبط ضغط الدم، ففوائدها كثيره يعني. حلو، طب بالاخرين اسالك ايش اشهر الطرق في الكستنه، في طريقه طهي الكستنه؟ هي ثلاثة طرق دائما نقول عنها نحن. طبعا الطريقه التقليديه اللي هي الشوي، هاي تقريبا تاخذ 10 دقائق. في الطريقة اللي انتم بتعملوها عندكم؟ ايوه، دائما نحن نشتغل عليها. اوكي. الطريقه الثانيه ممكن انها تنسلق. اوكي. لمده 12 دقيقه، بعدين بتنحط في الفرن لمدة كمان ربع ساعة. طيب. أو الطريقة اللي هي يسووها الستات في البيوت اللي هي تنحط في الفرن على طول 45 دقيقة. وبعدين نقعد نقشرها وما تزبط ونمسك القشرة فيها. طبعا أهم شيء هي الكستنة جودتها يعني. عارفة يعني أغلب اللي يكون في السوق صيني وزي كده. فبتطلع ناشفة. صح. يعني ما بيقصوها تمام فبتفرقع في الفرن. فهذا أقول هو بيجيبوا لنا إياه والحين تفرقع علينا. لا ما تفرقع. يعني هذه من المواقف اللي دائما تصير فينا، يعني نكون في الفعاليات فبننزل بسرعة فبتفرقع في وجهنا وفي وجه الزبائن. بس برضو عارف بلال المزعج فيها إنه حكاية من جد مهما حاولت تطبخها أو تطهيها في البيت بكذا طريقة، لما تيجي أحيانا تبي تقشرها الوبر اللي موجود جوا بيفضل لاصق في نفس. وبقول لك هذا يعتمد على جودة الكستنة يعني من فين مصدرها. طب ايش احسن كستنه؟ يعني هي الاوروبيه. الاوروبيه يعني تجي من اوروبا. هذه تكون يعني افضل نوع، بتقشر معاكي بتشرخيها يعني حتى طعمها بيكون فيه له شويه. كيف شفت الاقبال على التراك حقتك الصغير، خصوصا انك انت يعني ناقل لنا الاجواء من التقسيم الى الاستوديو بالضبط بنفس الفكره بنفس الاشياء بنفس الديكورات، كيف شفت الاقبال عليها هنا عندنا؟ والله يعني الناس صراحه يعني باول ما بيشوفوها واو، يعني محببه للناس عليها على فكره. يعني احنا نستخدمها كثير بالبير او حتى يعني بجمعاتنا ولماتنا. مظبوط. في القا يعني شوفي من النادر ما تلاقي والاشياء هذه. بس ابغى اسالك سؤال مره مهم. انا حبيت اقول لك انه بالوسطى متعودين عليها مو بس انت من جد، بس بلال قول لي يعني الكستنه موجوده ومتوفره، بس وش اللي يميزك؟ بقول لك نوعيه الكستنه، المصدر اللي نجيب منه الكستنه يعني هذا هو اللي بيميزنا. طبعا ما حنقول من فين عشان يعني لا المصدر فقط. المصدر طبعا. اوكي. اي المصدر. المصدر يعني كل الناس بيقول لك يعني كيف اشمعنى معاكم بتتقطع، اشمعنى معاكم تطلع مضبوط يعني زي كذا. جميل. طيب انت كمان غير الكستنه المشويه، انت شايفه انه انت عندك من ضمن الاشياء اللي انت بتوفرها المارونجلاسي. أيوه. يا ريت تشرح للناس اول حاجه ايش هو المارونجلاسي. يعني هي اللي هي الحلوى الكستنه، او اللي هي الكستنه اللي بالسكر شير. تكون مغطى بالسكر. نفس الكستنه اللي هي الابو فروه بيقشروها وتتغطى في الشيره لمده 3-4 ايام. في نوع منها بيجي بالشوكولاته. ايوه صحيح. جربناها مره طيبه. في ناس ما بتحب المشوي. هي فئه قليله لكن يحبوا الحلا، فيعني تصير تتوازن بين الكفتين، يعني الناس اللي تحب دي ودي. هذه ما ادري تنفع مع قهوه ولا ما تنفع، بس نجربها حبتين ثلاث. بلال يعني احنا اكيد 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 يمكن انا دحين في خلال الفاصل اللي حنطلع حاجي وحكون معاكم، لكن مشاهدينا خلينا نطلع فاصل ونرجع لكم من جديد. اهلا وسهلا.
يعني بدينا الشتاء وأجواء حلوة وريحة كده حطب وريحة الكستنة، لكن قولي بلال إيش اللي حمسك أو حفزك إنك أنت تختار تحديدا الكستنة وتبدأ فيها مشروعك؟ والله إحنا حبينا يعني نوجد شيء جديد خارج عن الموجود في السوق، يعني ناس تعودت شوكولاتة يعني زي كذا، فحبينا نوجد منتج جديد اللي هو مو جديد يعني نظهر المنتج هذا. أيوة. الفكرة إنه في الناس في المناسبات يعني يجيبوها ممكن كصحون تقديم كتوزيعات في الأفراح. برضو حبينا يعني نوصل للناس الكستنة يعني بفوائدها بكل شيء كده ولا كده طيب بلال غير كده كيف بتشوف الإقبال على التراك حقتك؟ يعني هي شكلها مرة مميز من جد، حاجة كده تراديشنال 100% أنت جايبها من اسطنبول وحطتها هنا، الناس حتى لو مثلا ما هي عارفة في البداية إيش الموضوع بس الشكل ملفت، كيف بتشوف الإقبال عليها؟ والله الحمد لله يعني في كل الفعاليات يعني سواء في جدة في مكة في المدينة في الرياض الكل الحمد لله يعني بنبسط وبيبدي إعجابه، خاصة إنها يعني أبو فروة بقول لك محبوبة للناس. أبو فروة أبو فروة يعني هذا المسمى السائد المعروف. صحيح. بنات حابين تسألوا بلال حاجة؟ أنا كنت أبغى أسألك يا بلال، بنعرف إنه الكستنة موسمية، فأنتوا مثلا بس بتشتغلوا هاي سيزن في فترة الشتاء ولا ممكن تشتغلوا على المارون جلاسي باقي الموسم؟ لا اللي هي الحلوة طول السنة، إحنا يعني عندنا فروع يعني في مكة وفي جدة وفي الرياض والمدينة. أيوة. فمفتوح أبوابنا طول السنة يعني مو بس الموسم، بس اللي هو في الشتاء للمشوي. أيوة. جميل. طيب دائما يقولون لك بلال إنه الكستنة بشكل عام إنها يعني تجيب لك الدفى، علشان كذا انه احلى شيء تاكلها بفصل الشتاء. ايش رايك؟ اي صحيح هذا متعرف عليه. اي لا صحيح يعني، وهي قلت لك انا اصلا هي اسمها فاكهه الشتاء. أيه. يعني انت من يوم ما تخشي في طب اللي ياكلها بالصيف يعني يحتار يحتار زياده يعني. بنات مين تبغى كستنه؟ انا الحين راح اجي اخذ يا غزل. هي الفكره في الموضوع انه حتى لا ما نقول بكم، خليها طب معلش جيت زي كذا بوكس كم ممكن تبغاني احط فيه؟ كم حبة؟ كم حبة؟ تقريبا 18. 18. والله إنك أنت مرة سخي ما شاء الله كريم. يعني هذه اللي إحنا نبغى نوصل للناس إنه في النهاية يعني يقولك الله يديك العافية الله يبارك لك، يعني مو الهدف يكون. طب بلال أنا ما سألتك، في أحد مثلا ممكن يطلبكم في حفلات في كده إنه تيجوا مثلا أز فود تراك مثلا تقدموا الشيء؟ عادي يعني بتواصلوا معنا ونطلع يعني. عندكم حسابات على السوشيال ميديا انستغرام دي الأشياء؟ كستنا السلطان هذا يعني اللينك تبعنا. قديش فادتك السوشيال ميديا في انتشار مشروعك؟ طبعا كثير يعني بعد الله هي اللي فايدتنا يعني خاصه في الاربع سنوات الاخيره هذه. طيب سلطان كنت ابغى اسالك يعني حتى في الشوي هي تعتمد على نوع الكستنه نفسها ومن وين مصدرها، ولا ممكن مثلا انا اشوف في ناس بعد ما يفتحوها يرشوها شويه مويه بعدين يبداوا مثلا يشوها او حاجه عشان انها تساعد اكثر في التكشير؟ لا احنا ما نحتاج نسوي هذا الشيء يعني على طول. طبعا جايبين من مصدرها الاصلي يعني صحيح. بس هم اللي يعني يحطوا عليها مويه او يسلقوها عشان يعني يختصروا المده عشان بعدين بيحطوها بالفرن. انت لو حطيتيها بالفرن على طول حتاخذ مني 45 دقيقه. كده جميل. يعطيك الف عافيه بلال، شكرا لك، شكرا للاشياء الجميله اللي انت جبتها معك اليوم، يعطيك الف عافيه. احنا حتى ما راح نجيك الحين اكيد نجي طبعا. وبكذا ختمنا حلقتنا اليوم، ان شاء الله بكره نشوفكم بنفس الوقت في امان الله. Yeah.